الخير يا جماعة، من المكان اللي أنا عايشة فيه يسعد صباحكم إن شاء الله بكل خير. اليوم حبينا نعملكم جولة هيك قصيرة شوي من المكان اللي أنا عايشة فيه. طبعا يا جماعة أنا ساكنة هون بالعمارة هاي الطابق الثاني، يعني اللي حابب يعرف العنوان. تقريبا هذا المكان كتير هادي وراقي، تقريبا جنب السنتر، يعني مش محتاج شيء، بس نمشي جسر الابيض تقريبا شي دقيقتين نكون بالسنتر وبس. والمكان هذا كتير كتير روعة وانا بحبه وبعشقه، مستحيل اطلع من هذا المكان طول ما انا عايشة هون يعني. وهيك نكون قررنا نطعمل شوية حمامات. طيور بفطر الشيبسي يا جماعة. يا جماعة هلا أنا قررت أريدهم. برد الدنيا كتير بكير، يعني تقريبا الساعة شي 9 وانا قررت اطلع اعمل شوية شوبينج للبيت وتركت بناتي عند زوجي، حضرت لهم فطور بس هم طبعا نايمين يعني على غير العادة، عادة بيصحوا 7 8 9، اليوم نايمين على غير العادة. بس المهم اني حضرت لهم فطور وطلعت، وانا بمشي يا جماعة بقى عمالي بحكي لكم انه بناتي نايمين، اكتشفت انه زنزون بعد ما انا طلعت صاحية. باي زنزون مامي لافو. طبعا ما بعرف اذا سوسو صاحية او لا. ماما سوسو صاحية؟ ماما حضرت لك فطور، افطري ماشي. باي زين، عندي راجعة ماما، يلا بوسة عسل ماما. حبيبتي باي مامي. انا هون ساكنة، وطبعا هو هذا الجسر اللي بنمشي عليه تقريبا شي دقيقة لحتى نوصل على السنتر، يعني ما بياخد معنا وقت ابدا نمشي. طبعا لما يكون الدنيا صفر كتير بيكون الجو يعني، هذا هو الفصل الجسر. هذا الكلب صاحبه نسيها نراقبه، بعو علينا يا جماعة. وهلا وصلنا هون، رح نشتري لحمة مفرومة ونروح بعدها على الأزدة نشتري باقي الأغراض، بعدها بنلف شوي على السنتر. هلا رح ناخذ النخل السميد مع إيران. طبعا لما بدي وبحب اكل البزر ما بروح اشتري الا هذا، بحبه كثير هو وهذا المصري. تقريبا بيشبه بزرنا. اخر مكان هو الازدة، اكثر مكان بحب اعمل منه اجيب اغراض للبيت، راح اجيب لبن عصير فراولة للبنات، بس هو هذا اكثر محل عادة بجيب منه كل اغراض البيت باستثناء اللحمة، والشغلات الحلال بجيبها من المحل بس كنت فيه تركيا. وهون بحب افوت هون، رح اخذ لكم شوي جولة سريعة هون بالازدة. هاي طبعا اللي عايشين في بريطانيا بيعرفوا الازدة لانها كثير عن جد انا من اكثر الاماكن اللي بحبها هون. ندخل هون على قسم الشوكولاتات. يا جماعة مين بيحب الورد زي انا؟ كثير من عشاق الورد، احلى شيء بهالدنيا الورد. هيك هنكون خلصنا من الازدة، وهيك بنكون طلعنا من الازدة وهلا راجعين على البيت. اشتقنا لزين وسوسو. اي ميس يو زين قال سوسو. وهيك بنكون خلصنا يومنا وطلعنا وجينا وهي طبخنا، وحبينا نشارككم الاكل. اخر شيء عملنا اوزي باللحمة المفرومة. ويلا سلام.